مستمعينا الكرام، محطات ثقافية منوعة في لقائنا معكم عبر برنامج هنا عمان، ونبدأ لهذه المحطات مع الكاتبة والأديبة أمل الخواجة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم في برنامج هنا عمان. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. فعاليات يعني ما شاء الله ثقافية منوعة تقدم من قبل سماء الثقافة، واليوم حابين نتحدث أكثر عن موضوع التكريم، هذه الفكرة الرائدة التي تقدم من قبلكم. والله الحمد لله، يعني هو مهرجان إن شاء الله سوف يكون يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 7/3 الساعة 5 في المركز الثقافي الملكي قاعة المؤتمرات، اسمه مهرجان الوفاء لفنانين الزمن الجميل. نعم. وسوف يتم تكريم عدد كبير من الفنانين والمطربين القدامى الذين أمتعونا على شاشة التلفزيون وفي الإذاعات بالعديد من المسلسلات والأعمال الفنية والأغاني، أغاني الزمن الجميل التي لا زالت الذاكرة تحفظها ولا زلنا نستمتع بها كلما سمعناها من أحد المطربين الجدد. إذن هذه الفعالية ستعيدنا إلى أيام الزمن الجميل إن شاء الله، وسيكون عدد من المطربين نعم. خلال الحفل الذين سيتغنون بهذه الأغاني التراثية الجميلة. إذن إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم الساعة 5 في المركز الثقافي الملكي إن شاء الله ستكون الدعوة عامة. الدعوة عامة بإذن الله إن شاء الله. كم عدد المكرمين في هذه الفعالية؟ والله سيكون العدد بما يقارب 40 فنان، من سواء مطربين أو ممثلين. نعم، يعني هناك تنوع أيضا في اختياركم للمكرمين. أكيد أكيد سوف يكون تنوع، خاصة الجيل كبار السن الذين يعني يستحقون منا هذا التكريم. نعم. لأنه يعني من سنوات لم يعد البعض منهم يظهر، ولا نريد أن ننسى هذا الجيل الذي صنع الفن وأبدع فيه. أكيد، يعني هم الأساس، أسسوا حتى ننطلق. صحيح صحيح، هم يعني الأساس فعلا، ولا زالت الذاكرة تذكرهم، تذكر أغانيهم، تذكر المسلسلات الجميلة التي كنا نستمتع فيها يعني بها سواء في الأردن أو في الدول العربية بشكل عام. دول خليجية كانت تتابع بشغف مواعيد المسلسلات، وبالذات المسلسلات البدوية. أنا أذكر كنا في الكويت، خلال عرض أي مسلسل بدوي كان يعني الكل ينتظر فيه فعلا بالدقيقة. فعلا فعلا. والمطربين مطربي الزمن الجميل، هل سيتم يعني تقديم أغانيهم في هذه الفعالية؟ سوف يتم تقديم بعض الأغاني لهم. نعم. من خلال أصوات شبابية، واحتمال يكون البعض منهم قادر على إعادة الغناء حسب الظروف، يعني في يعني معلومات لا زالت يعني في التحضير. نعم، جميل جدا. يعني تكريمهم وجمعهم، حتى هم يعني أكيد أصدقاء ما بينهم وبين بعض، لكن المسافات والمشاغل بعدتهم عن بعض، فرصة يرجعوا يتقابلوا. فعلا صحيح. نعم إن شاء الله. هي فكرة جميلة، وفكرة تجميع والعودة إلى الزمن الجميل فكرة أجمل أيضا. هل ستتكرر هذه الفعالية في المستقبل؟ إن شاء الله. ويعني يعني كفعالية كهذه يعني ضخمة أعتقد، وتحتاج إلى دعم، فأتوقع ونتمنى أن تكون في كل عام مع وجود الجهات الداعمة التي تهتم بهذه الفئة من الفنانين المقدرين الذين لهم باع طويل في الفن وأمتعونا في الأعوام. يعني أستاذة أمل، أنت بتحكي كل عام، إحنا كنا متأملين أنها تكون في كل شهر إن شاء الله. إحنا نتمنى لو في دعم فعلا من جهات معينة، نتمنى كل شهر، حتى لو كل 3 شهور برضو بيكون شيء منيح يعني. نعم تكون تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار إن شاء الله. يعني إن شاء الله، يعني مع جمعية سما نتشرف فيها نحن، ورئيستها الأديبة هي انضمرة التي لا دوما تبذل كل جهد لتكون الأعمال من أعلى مستوى، يعني في تقديم المهرجانات التي قمنا فيها
في الفترات السابقة خلال الشهور التي فاتت. والحمد لله نتمنى أن يكون هذا أيضا من أفضل وأفضل مما قمنا به في السابق إن شاء الله. يعني فعلا فكرة مميزة. هل هناك أفكار أيضا في شهر رمضان المبارك الآن يتم التحضير لها؟ والله إن شاء الله في يعني على جدول الأعمال الكثير نعم. مما نخطط للقيام به بإذن الله إن شاء الله. حتى في هذا المهرجان حيكون في تنوع أيضا، سيكون هناك فرقة للمشاركة في الدبكة، وهي تخيلي أن تكون من الصم والبكم وتقوم بالدبكة على أنغام الموسيقى والدبكة من وهم ما لا يسمعون، فسبحان الله موضوع صعب يعني تدريبهم. فهو يعني يقال انه بالاحساس النبض، نبض الموسيقي يصلهم بطريقه معينه سبحان الله، واتقنوا ما شاء الله الدبك يعني خلال التدريبات يعني ما شاء الله. وهناك طفل ايضا سوف يقوم بالغناء ان شاء الله، سيكون شيء مميز. نعم يعني أعطتنا بعض أسرار هذا المهرجان سببتنا إياها. جميل. يعني الحضور سيجدوا ما هو مختلف أثناء المشاركة في هذا المهرجان إن شاء الله. نحاول جهدنا دائما في كل مهرجان أن نقدم شيء مختلف عما فات ويختلف عن أي منتديات، حتى نكون فعلا سماء بلا حدود إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، والتأكيد التحضير للمهرجان ليس بالأمر السهل. أكيد. بالتوفيق إن شاء الله، وسعيدين أنك اليوم ضيفتنا الأستاذة الكاتبة والأديبة أمل الخواجة. يسعدني شكرا لكم وعلى استضافتكم، نتمنى دائما نقدم كل ما هو جديد. الله يعطيكم العافية يا رب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا رب.